السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم، معكم الكوتش اسوكا حسن، كوتش ومؤلف لعدة اصدارات. حاولنا نسجلوا بعض الفيديوهات اللي يحتوين على 44 فيديو الذي يتطرق الى 44 قاعده من ابداع وتاليف الدكتور صلاح الرشيد الذي يعتبر من رواد هذا العلم، اي علم التنميه الذاتيه. صراحه انا لست تابعا للدكتور صلاح الرشيد، فقط اريد نشر ما اراه مفيدا لعامه الناس والمتابعين بطريقتي الخاصه، مع اضافه تعليقات شخصيه من خلال كذلك انا مهتم بهذا المجال. وألف مرحبا بالجميع لآرائهم وتعليقاتهم ومناقشاتهم، ولنبدأ على بركة الله.